السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف الأول الإعدادي، رجعت لكم إن شاء الله النهاردة في مراجعة شهر أبريل على الوحدة التاسعة والوحدة العاشرة. أنا مستر حمدي الحارس ودي قناة إنجليش أونلاين. إن شاء الله المراجعة دي لن يخرج عنها الامتحان. طبعا المراجعة بتاعتنا عبارة عن أسئلة اختياري زي الامتحانات ما هتيجي بالظبط، فهنا بيقول لي choose the correct answer from A, B, C or D. تخير الإجابة الصحيحة ما بين A, B, C or D. السؤال الأول هنا بيقول لي we bought not panels on a roof. They produce electricity using the sun. بنحط A على السطح بينتج الـ A بينتج الطاقة الكهربية من خلال الشمس. اسمها A panels. Space panels, robot panels, drone panels ولا solar panels. أيوه الإجابة هتبقى اللي هي solar panels. Solar panels اللي هي طبعا ألواح الطاقة الشمسية. هنا بيقول لي I love not because I am good at swimming underwater. أنا بحب إيه لأني طبعا أنا شاطر في السباحة تحت الماء، رياضة بتحصل تحت الماء، kayaking, sailing, tricking ولا driving ولا diving. طبعا هي كلمة إيه diving اللي هي الغطس، هي طبعا الإجابة الصحيحة. An art is a person who shows a place to tourists. الشخص اللي بيوري الأماكن للسياح اسمه visitor ولا pilot ولا nurse ولا guide. أيوة الإجابة طبعا هي كلمة إيه، هي كلمة guide بمعنى طبعا إيه مرشد سياحي، بمعنى كلمة مرشد إيه سياحي. I think we not live on the moon. There is no water there. ها بيقول طبعا أنا أعتقد إن إحنا نعيش على القمر، هو مفيش أي مية هناك، يبقى يعتقد إن إحنا هنعيش ولا مش هنعيش. ايوه الاجابه طبعا هي كلمه ايه want. طبعا معروف ان كلمه think و predict وحاجات كتير جدا و probably والحاجات دي كلها بيجي بعد منهم will زائد المصدر. المفترض كنت خدت will بس هنا تنبؤ ان الحاجه مش هتحصل فهتبقى want. بنكمل هنا بيقول what are you going to not tomorrow. ها to دي دايما بيجي بعد منها المصدر، تبقى wearing ولا worn ولا wore ولا wear. ايوه يبقى هنا where، هنا الإجابة هتبقى إيه؟ هتبقى where، ماذا سوف ترتدي غدا؟ السؤال السادس بيقول there not be any ordinary cars in the future. There aren't ولا wouldn't ولا won't ولا will. ها طبعا أنا عندي كلمة any دي بتيجي في النفي، فأكيد طبعا مش هناخد will. وبعدين كلمة future في المستقبل، يبقى أنا في المستقبل هاخد كلمة want اللي هو نفي كلمة will. سوف لن يكون هناك سيارات عادية في المستقبل. Number 7 بتقول the knot is on top of a house. بيبقى فيه ايه اللي بيبقى فوق قمة المنزل، wall ولا tap ولا oven ولا roof. ايوه اللي بيبقى في قمة المنزل هو الروف اللي هو السقف. طيب هنا رقم 8 بتقول we all looked at knot in the school photo. احنا كلنا بصينا على ايه في صورة المدرسة. we تبقى تاخد themselves ولا ourselves ولا yourselves ولا yourself. we على طول هتاخد ourselves كضمير منعكس، شرحناها طبعا قبل كده. اللي عايز منكم يرجع للشرح يخش طبعا يكتب حمدي الحارس ويكتب طبعا ايه الصف الاول الاعدادي الترم الثاني، هتجيله قائمة التشغيل بكل الفيديوهات بتاعت الترم الثاني. you use a او an a to cook food or bread. بنستخدم ايه عشان نطبخ الطعام او الخبز، ها roof ولا oven ولا brick ولا tap. ها الاجابة هنا هتبقى ايه، ايوه بنستخدم الoven. oven طبعا بمعنى ايه، بمعنى فرن، بنستخدم الفرن عشان طبعا ايه نطبخ الطعام او ممكن نغبس برضو عليه الايه العيش. رقم 10 بتقول don't swim in the sea when it is not. ما تستحماش في البحر لما يكون الجو ايه it is dangerous، هو ده خطر. hot ولا stormy ولا rain ولا sunny. ايوه الاجابه طبعا هتبقى كلمه stormy اللي هي بمعنى طبعا ايه عاصف. ما تستحماش في البحر لما يكون الجو عاصف، ربنا يستر علينا جميعا. هنا بيقول what are you not do next saturday. انا عندي ام ويز وار بيجي بعد منهم الفعل المضاف له ing، يبقى دي غلط، سي دي غلط، ودي كمان غلط، تمام، لان مفهوم شويه ان جي في هنا اي ان جي وهنا اي ان جي. طيب بنقوله ار جوينج تو ولا ار جوينج دو. ها يبقى هنا هنقول وات ار يو جوينج ايه، ايوه الاجابه هنا طبعا هتبقى كلمه ايه جوينج تو، ماذا سوف تفعل يوم السبت القادم. هنا بيقول وي ويل
We will all نقط A driverless car in الرقم ده اللي هو سنة 2080 2080. ها عايز اقول ان احنا كلنا هيبقى عندنا عربيات بدون سواق تمام في 2020. هنا هنقوله ايه؟ has ولا having ولا have ولا had؟ ها انا عندي will بيجي بعد منها المصدر اللي هي طبعا كلمة ايه؟ have. هيبقى عندنا عربيات بدون ايه؟ سواق. تركب العربية وتظبط الاعدادات بتاعتها على المكان على الجي بي اس توصل للمكان زي الفل. الهرم يوديك طبعا ايه في حتة تانية خالص. You can turn on the نقط to get water. ها بنشغل ايه عشان نجيب المية؟ tap ولا tap ولا tape ولا tube. ها المية بنجيبها من الايه؟ ايوه من التاب اللي هي طبعا معناها الحنفية او بيقولوا عليها الصنبور. Some houses ما اسمهاش houses، اسمها في الجامعة بتتنطق houses. Some houses fell to the ground after that. بعض البيوت سقطت إلى الأرض بعد الإيه؟ البيوت بتسقط بعد الإيه؟ wind ولا snow ولا igloo ولا earthquake. أيوة earthquake هي الإجابة الصحيحة بمعنى الزلزال. الزلزال وقع البيوت على الإيه؟ على الأرض. هنا بيقول I do not want to have a or an E on holiday. I want to sleep by a pool. الجملة دي أنا كنت عاملها في المراجعة اللي فاتت. هنا هنقوله equipment experiment ولا tent ولا adventure ولا travel. أيوة الإجابة طبعا هتبقى كلمة adventure بمعنى إيه؟ مغامرة. بيقول أن أنا مش عاوز أي مغامرات أنا في الأجازة، أنا عاوز بس إيه؟ أنا أنام جنب حمام السباحة أو أنام جنب بركة الماء مثلا أو كده. ها يبقى مش عايز أي مغامرات، مش عايز لا تنطيط ولا شقاوة ولا حاجات من دي. هنا بيقول I'd not play chess. I'd إيه؟ I'd prefer play. I'd rather play. I'd got play. I'd prefer. ها I'd لو قلنا prefer لازم يجي بعد منها تو، يبقى دي كده غلط. يبقى اسمها I'd ايه؟ I'd rather. I'd ايه؟ I'd rather. أود أن ألعب ايه؟ الشطرنج. هنا بقى بيقول لي كمل. بنكمل هنا. In 2080 students will not a book when a computer on the car drives them to a to school. بيقول الطلاب في سنة 2080 2080 هيبقوا بيقروا كتاب وهم رايحين المدرسه بالعربيه طبعا اللي ايه اللي بيتم قيادتها الكترونيا. ها read ولا reads ولا reading ولا be read. ها انا عندي will بيجي بعد منها المصدر، يبقى هنا هنقوله ايه؟ الاجابه طبعا هتبقى read. الاجابه طبعا هتبقى ايه؟ هتبقى read، لان انا عايز الايه؟ المصدر. رقم 18 بيقول لي نقط going to travel home by bus after school. going يبقى هنا هنقوله ايه؟ طبعا دو مش هتنفع ودو مش هتنفع، لان انا عندي دو بيجي بعد من المصدر، يبقى دي غلط ودي كمان غلط. تمام. طيب you are ولا are you؟ الاجابه طبعا اوتوماتيك هتبقى are you. طب ليه يا مستر ما خدناش you are؟ لان طبعا ده سؤال والسؤال اوتوماتيك بياخد طبعا ايه؟ بنبدا بالفعل المساعد اللي هو are you. Are you going to travel home by bus after school؟ هل هتروح البيت بالأتوبيس بعد المدرسة؟ هنا بقى تكملة للإيه للمراجعة بتاعتنا. هنا بيقول رقم واحد I read a أو an a in the newspaper about Dr. Zweil. ها قرأت إيه عن الدكتور زويل في الجريدة؟ book ولا notebook ولا equipment ولا article؟ أيوة الإجابة هتبقى article بمعنى طبعا إيه؟ مقال. قرأ مقال طبعا على الدكتور إيه؟ زويل. هنا بيقول لي let's try not in the mountains tomorrow. إيه الرياضة اللي بنعملها في الجبال؟ diving ولا swimming ولا rock climbing ولا windsurfing؟ أيوة rock climbing اللي هو تسلق الإيه؟ الصخور. وعلى فكرة في الرياضة برضو اللي هي tricking اللي هو المشي في الإيه؟ في الجبال برضو إيه موجودة. هنا بيقول لي I not sailing in the Red Sea last year. I not sailing in the Red Sea last year. I jumped sailing. نجيبها بس كده عشان يبقى الايه السؤال بالايه بالاجابه. I not sailing in the Red Sea last year. تبقى jumped ولا went ولا ran ولا walked. ها انا عندي طبعا الرياضه اللي بتنتهي بالاي ان جي بتاخد طبعا الفعل go. يبقى انا عندي go الماضي منها هو كلمه ايه؟ went. I went sailing. هنا بيقول لي zip lining is so not. I am not good to try it. I'm not going to try it.
لعبه الزيب لايننج دي ايه؟ سكيري ولا ايزي ولا فاني ولا جود؟ لعبه الزيب لايننج طبعا معروف ان هي لعبه ايه؟ مخيفه، ممكن يسقط من الحبل بتاعه وكلام من ده. وفي ناس بتعمل الزيب لايننج اللي هو الحبل بين الايه؟ بين الجبال وعلى الانهار وبين الاشجار، ممكن طبعا يسقط وايه؟ ويتاذى. عادل is a good نقط he shows tourists interesting places. ها عادل ايه؟ بيوري السياح اماكن كويسه. teacher ولا actor ولا guide ولا cook؟ ايوه الاجابه طبعا هنا هتبقى كلمه ايه؟ guide اللي هي معناها مرشد ايه؟ سياحي. لسه واخدين واحده زيها بالظبط. we can't see well when it is ما بنقدرش نشوف كويس لما الجو بيبقى ايه؟ sunny ولا hot ولا foggy ولا cold؟ ايوه ما بنقدرش نشوف كويس، الرؤيه بتبقى منعدمه في حاله ان يبقى فيه فوج اللي هو ضباب او شبوره. ساره وور اكوت تو نوت وار. ها عايز اقول ساره ارتدت معطف او جاكيت طويل يعني عشان تحافظ على ايه؟ دفئها. فيت ولا كيب ولا نيد ولا سي؟ يحافظ على الدفء يعني ايه؟ ايوه كيب وار. traveling around the world in 80 days was a real نقط. السفر حول العالم في 80 يوم يعتبر عايز اقول تحدي حقيقي. تحدي بقى اللي هي تشالنج ولا لانجوج ولا باراجراف ولا بوست كارد؟ ايوه الاجابه طبعا ايه؟ تشالنج اللي هو تحدي. تشالنج هنا بيقول لي شي ويل كم باي ترين، هي هتيجي بالايه؟ بالقطار. ام جوينج تو ذا نقط تو ميت هير. ام جوينج تو هتيجي بالقطار. القطار ده بيبقى في الايه؟ سكول ولا ستيشن ولا هوسبيتال ولا زو؟ طالما بالقطار يبقى بستيشن، لانه طبعا ايه؟ اسمه ترين ستيشن، محطة الايه؟ القطار. هنا بيقول لي تو جو نقط يو نيد ا بوت اند سام ويند، عشان تعمل رياضة ايه؟ محتاج مركب وهواء. سيلينج ولا رانينج ولا تريكينج ولا زيب لايننج؟ ايوه هواء ومركب، يبقى سيلينج الايه؟ البحار او الاشراع، ركوب المركب الايه؟ الشراعي. هنا بيقول لي ماي هوليداي فلات از، الشقه بتاعتي بتاعت الاجازات اللي انا بقضي فيها الاجازات، نقط زي سي، عايز اقول جنب البحر. اي كان جو سويمنج افري داي، اقدر طبعا اعمل ايه؟ سباحه كل يوم جانب البحر اللي هي طبعا ايه؟ باي ذا سي. نادر بوت اون ا هات تو نوت هيم سيلف فروم ذا سان، عايز اقول نادر لبس طاقيه عشان خاطر ايه؟ يحمي نفسه من الايه؟ من الشمس. ها بوت اون ا هات تو ايه؟ بروتكت ولا تريك ولا كولكت ولا هيرت؟ ايوه يحمي اللي هي كلمه بروتكت. تمام هنا بيقول لي وي اولويز بوتس هيز فوتوز ان ا فوتو اي، سوري هي اولويز بوتس هيز فوتوز ان ا فوتو اي، هو دايما بيحط الصور بتاعته في ايه؟ بن ولا البوم ولا بان ولا ستيشن؟ ايوه اللي هي طبعا كلمه ايه؟ البوم، نحط الصور في الالبوم، الالبوم يعني. I'm visiting the pyramids، انا بزور الاهرامات. I am excited not that. excited بتاخد حرف الجر ايه؟ of ولا about ولا in ولا on؟ ايوه الاجابه على طول هتبقى كلمه ايه؟ about، هتبقى كلمه ايه؟ about. excited about، اعرفها كده. diving is a not sport، الغطس رياضه ايه؟ water sport، house sport، desert sport ولا mountain sport ولا desert sport؟ سواء نشيل حرف ال 2 ده اللي هو رقم 2 ده. ها الدايفنج الغطس ايوه رياضه مائيه، تبقى water sport. water ايه؟ sport. هنكمل بقى مع الجرامر اللي موجود طبعا في يونت ايه؟ في يونت 10، في يونت 9 قصدي. هنا بيقول not going to do the housework، هنا بيقول لي going وعلامه استفهام، يبقى نقوله we are ولا he is ولا I am ولا are they؟ ها السؤال دايما بيبدأ بالفعل المساعد، يبقى هنا هنقوله are they، هنا هنقوله ايه؟ are they. هنا بيقول we are enjoying not in South Africa، عايز اقول احنا عايز احنا اقول ان احنا بنستمتع بوقتنا في جنوب افريقيا. myself ولا ourselves ولا yourselves ولا itself؟ we تاخد ايه؟ ايوه بالنسبه للضمائر المنعكسه بتاخد طبعا كلمه ايه؟ ourselves. هبقى اسيب لكم طبعا شرح الايه؟ الجرامر بتاع الوحدتين دول اللي هم التاسعه والايه والعشره في وصف الايه؟ الفيديو ان شاء الله. my little sister is going not a high mountain tomorrow. ها going ايه؟ going دي بيجي بعد منها ايه؟ climb ولا climbs ولا to climb ولا climbed؟ ايوه اسمها is going to climb. is going to ايه؟
to climb. يبقى دي الإجابة الصحيحة اللي هي to climb. رحمة took a photo of Noah with the monkey. رحمة took a photo of إيه؟ ها عايز أقول رحمة خد صورة لنفسها مع القرد. تمام؟ في طبعا في الإيه في السفاري بارك مثلا. itself ولا myself ولا himself ولا herself. رحمة نقول معها إيه؟ أيوة اللي هي كلمة herself لنفسها. We arrived in France on the 9th of March. ها on the A on the one ولا once ولا first ولا twice. ها طبعا الارقام الترتيبية ordinal number اللي هي first و second و third و fourth والحاجات دي. يبقى هنا هنقولوا ايه طبعا هم عايز اقول هم وصلوا فرنسا في اول طبعا ايه مارس. هنا بيقول لي she is looking forward to. معروف ان looking forward to بيجي بعد منها فعل مضاف له ing. تبقى الاجابه walk walks walking ولا walked. ايوه الاجابه طبعا هتبقى كلمه ايه walking. منى and I. منى وانا يعني نحن اللي هي we wrote the story herself myself themselves ولا ourselves. عايز اقول كتبنا القصه بانفسنا تبقى our selves our a selves. How about not a film tonight? How about not a film tonight? So ولا see ولا seeing ولا seen. ها how about a بيجي بعد منها طبعا حروف الجر كلها بيجي بعد منها ing ما عدا تو. في حالات كمان في تو بيجي بعد منها ing. يبقى هنا الإجابة هتبقى seeing. الإجابة هتبقى ايه seeing. The bird slept in a cave to protect not from the eagle. عايز اقول الطائر نام في الكهف تمام ليحمي نفسه. طائر غير عاقل مفرد. يبقى هنا هنقول myself themselves ولا ourselves ولا itself. ايوه يحمي نفسه اللي هو الطائر الغير عاقل من الصقر تبقى itself. She started her journey not the 5th of April. معروف طبعا ان ده كده تاريخ والتواريخ بيجي قبل منها حرف الجر ايه to ولا in ولا at ولا on. ايوه حبايبي التواريخ بيجي قبل منها ايه on. الايام والتواريخ بيجي قبل منهم on. هنا بيقول لي I draw. طبعا I draw و I better معناهم الافضل ان الافضل لي ان. بيجي دايما بعد منهم المصدر. I draw not by bus I'm too tired to walk. ها I draw ايه go went going ولا goes. ايوه I draw go. I draw ايه go. أفضل أن أذهب بالأتوبيس لأن مرهق ومش قادر إيه أمشي. ألف سلام عليك. أماني is going. معروف is going على طول بتاخد to زائد المصدر اللي هي to work. To إيه to work. طيب why don't we not our father a present. why don't we ده أسلوب اقتراح وأساليب الاقتراح اللي هي let's زائد المصدر. why don't we زائد المصدر. we shall زائد المصدر. we could زائد المصدر. what about و how about زائد الـ ing. وي كمان اللي هي I suggest زائد الـ ing. يبقى why don't we بيجي بعد منها المصدر تبقى bought ولا buys ولا buying ولا buy. أيوة الإجابة على طول هتبقى كلمة إيه buy يشتري. لماذا لا نشتري هدية لوالدنا. هنا بيقول لي not your parents going to help you with the homework. هنا طبعا سؤال. ها your parents. parents دي جمع تبقى is ولا am ولا can ولا are مع going going. ايوه مع الجمع بناخد كلمه ايه are your parents going to help you with your homework او the homework. امير and his brother got dressed by. امير واخوه يبقى هنا بنقول عنهم زي بنعوض عنهم بزي لان هي وهي جمع كلمه هي اللي هي هو هم. يبقى انا هم بنقول منها كلمه ايه themselves لبسوا نفسهم الايه الهدوم يعني اطفال مثلا ولبسوا نفسهم الايه الهدوم. الواحده العشره معايا دلوقتي. هنا بيقول لي choose the correct answer from A, B, C, or D. A dress is made of. الفستان بيتصنع من. طبعا انا عندي made of بيجي بعد منها مادة خام لا تتغير في الصناعة. انما made from بيجي بعد منها مادة خام تتغير في الصناعة. شرحها قبل كده ومن ضمن الحاجات هسيبها لكم في الوصف ان شاء الله بتاع الفيديو هسيب لكم الشرح. الفستان بيتصنع من الايه من الود ولا الميتال ولا الكوتون ولا الجلاس. ايوه الفستان طبعا بيتصنع من الايه من الكوتون من اللي هو طبعا الايه القطن. تمام my mom puts the food in the pot to cook. ها ماما حطت الاكل في الايه عشان تطبخه. oval ولا oven ولا even ولا event. ايوه
في الاوفن اللي هو الفرن، في الاوفن اللي هو الايه؟ الفرن. ماما حطت الاكل في الفرن عشان تطبخه. أنا is made of metal and plastic، بتصنع طبعا من المعدن والبلاستيك، اللي هو الكيرتن ولا النوت بوك ولا الشيرت ولا النايف. ها يبقى هنا هنقوله كيرتن معناها ستاره، بلاستيك وحديد ما تمشيش. القميص بلاستيك وحديد ما يمشيش. الكراسه بلاستيك وحديد ما تمشيش. يبقى هي النايف السكينه جزء منها بلاستيك وجزء منها ايه؟ معدن او حديد. There weren't any knot in the ancient Egypt. In ancient Egypt ما كانش في اي ايه في مصر القديمه. Temples ولا rivers ولا cars ولا statues. طبعا كان موجود الانهار وموجود طبعا الايه؟ التماثيل والمتاحف والمعابد طبعا كانت موجوده، ما كانش فيه طبعا ايه؟ سيارات. بعدين حتى ما تستبعدش يعني ممكن يكون فيه بس مش موجود على النقوش يعني. هنا بيقول لي انوت از ميد اوف ستون، ايه اللي مصنوع من الحجر؟ باج ولا بوك ولا ستاتيو ولا كار؟ ها المصنوع من الحجر ايه هو؟ ستاتيو. ستاتيو طبعا اللي هي طبعا تمثال، ستاتيو او ستاتشو. تمام. هنا بيقول لي شي وركس از ا او ان ايه، شي ديزاينز بيلدينجز، بتصمم المباني. اللي بيصمم المباني اسمه ايه؟ دكتور ولا نيرس ولا اركيتكت ولا جاردنر؟ ايوه اللي بيصمم المباني اللي هو المهندس طبعا ايه؟ المعماري اركيتكت. هنا بيقول لي in the future، في المستقبل، all people will use not cars. ها كل الناس هتستخدم العربيات الايه في المستقبل؟ old cars، bad cars، electric cars، toy cars. ايوه اللي هي electric cars. in the past، في الماضي، people used candles as there wasn't any knot. الناس كانت بتستخدم الشمع في الماضي لان ما كانش فيه ايه؟ water ولا electricity ولا air ولا wind. ايوه الاجابه طبعا هتبقى كلمه ايه؟ electricity. electricity. these solar knot on the roof produce electricity from the sun. الايه؟ عايز اقول الالواح الشمسيه اللي على السقف دي بتنتج طبعا ايه؟ الكهرباء من الايه؟ من الشمس. ما سولار ايه؟ بانلز ولا بلينز ولا بنز ولا بينز؟ ايوه بانلز اللي هي طبعا الالواح الشمسيه، الواح الطاقه الشمسيه. people use not to build a wall. ها الناس بتستخدم ايه عشان تبني الحائط، الحيطه بتاعت البيت؟ بنبنيها بالايه؟ بريكس ولا شوز ولا كيكس ولا ايجز؟ ايوه بالبريكس اللي هي طبعا ايه؟ قوالب الطوب. Some buildings fell to the ground because of that. السؤال ده متكرر، فيلم ولا earthquake ولا match ولا story؟ ها المباني وقعت بسبب طبعا الايه؟ الearthquake اللي هو الزلزال. earthquake اللي هو الايه؟ الزلزال. هنا بيقول لي A أو N A is a house which is made of ice and snow. بيت بيتصنع من التلج والجليد، اسمه ايه؟ yurt، إجلو ولا تنت ولا بوكس؟ ايوه المنزل الجليدي اسمه إجلو. اسمه ايه؟ إجلو. على فكرة بيبقى دافي، بيبقى دافي، ليه تجويف معين كده بيبقى دافي. مستر محمود is a not teacher. He has a good way to teach us English. مستر محمود مدرس ايه؟ عنده اسلوب حلو في ان هو يدرس لنا اللغة الانجليزية. كرياتيف ولا باد ولا بورينج ولا ساد؟ ها مدرس ايه؟ مبدع زي مستر عماد عبد الحكيم كده، ربنا يديله الصحة. To solve some puzzles، لكي تحل بعض الايه؟ الالغاز. You should use your imagination، traditional ولا leaves ولا charger. عشان تحل الالغاز اللي هي لعبة الالغاز بتستخدم الايه؟ ايوه الايماجينيشن بمعنى التخيل، استخدم المخيله بتاعتك. هنا بيقول لي let's not down our ideas for the school project. let's ايه؟ write down ولا write down ولا write down ولا write طبعا فور دي تيتشال. ها عايز اقول يلا بينا نكتب الايه؟ نكتب الملاحظات بتاعتنا تمام للمشروع المدرسي. يكتب اسمها رايت داون، يسجل او يدون رايت داون. طيب الجرامر بقى بتاع يونت 10 بيقول تشوز ذا كوركت انسر. وات نوت ذا دورز ميد اوف. دورز دي جمع، جمع ياخد ايه؟ وير ولا ووز ولا ايز ولا ديد؟ ها الجمع ياخد ايه؟ وات وير ذا دورز ميد اوف. ما انا عندي ميد اوف ممكن نقوله قبل منها نقوله از او ار او ووز او وير يا مستر. طب هنا ووز طبعا ده جمع ما تنفعش، واز مفرد ما تنفعش، ديد بيجي بعد منها المصدر، ما فيش حاجه اسمها ديد ميد. تمام.
There weren't not beds in the house. عايز اقول ما كانش فيه اي سراير في البيت. اسره سرير يعني سراير. ها طيب النفي بيجي مع ايه؟ سم ولا ولا اني ولا ان؟ مبدئيا وان بيجي بعد منهم مفرد، فدي جمع ما ينفشوش الاثنين دول. خلاص النفي بيجي مع سم ولا اني. ايوه اني هي اللي بتيجي في النفي. طبعا احنا قلنا ان اني بتيجي في النفي وصم نفي وسؤال، انما صم بتيجي في العرض والطلب والجمله المثبته. تي سبونز نوت ميد اوف ميتال. ها عايز اقول ان معالق الشاي مصنوعه من المعدن. ام ولا از ولا ار؟ سوري ولا هاف ولا ار؟ تي سبونز جمع، يبقى هتاخد ايه؟ ار ميد. ار ايه؟ ميد. انا عندي از او ار او واز او وير، ميد اوف او ميد فروم. In ancient Egypt في مصر القديمة there not a village called Deir el-Medina. خلاص هنا هنقوله ايه؟ is ولا are ولا was ولا where. Ancient Egypt دي في زمان في الماضي، في الماضي يبقى is غلط و are غلط لان دول مضارع، يبقى was ولا where. الفيلدج دي مفرد يبقى هتاخد كلمة ايه؟ was. دير المدينة طبعا اسمها دير المدينة. I think people not live underwater in the future. It's impossible. Impossible دي معناها مستحيل، مستحيل الناس تعيش تحت المية. تبقى well ولا can ولا want ولا doesn't. أيوة الإجابة طبعا هتبقى want. أعتقد إن الناس لن تعيش تحت الماء، ده مستحيل. هنا بيقول our journey to Luxor will not 12 hours. Well بيجي بعد منها المصدر طبعا. takes ولا talk ولا taking ولا take. المصدر اللي هو كلمة ايه؟ تيك. ركزوا حبايبي، هنا بيقول لي my pen is not of plastic. القلم بتاعي عايز اقول مصنوع من البلاستيك. ميد ولا ميك ولا ميكس ولا ميكينج؟ انا قلت is او ار او was او وير ميد اوف او ميد فروم، يبقى الاجابه هنا هتبقى ايه؟ ميد اوف. القلم بتاعي مصنوع من الايه؟ من البلاستيك. my aunt not 40 years old next month. معروف ان الحقائق اللي هتحصل في المستقبل بنستخدم معاها will زائد المصدر، يبقى هنا هنقول will ولا is going ولا going to ولا will be. الاجابه هنا هتبقى ايه؟ ينفع نقول will 40؟ will عايز بعد منها فعل على طول، يبقى الاجابه هتبقى will be 40. يعني عمتي هيبقى عندها 40 سنه الشهر اللي ايه اللي جاي. my wallet not made of leather. ها عايز اقول ان المحفظه بتاعتي مصنوعه من الجلد. is ولا are ولا has ولا where. ها ولت مفرد، يبقى الإجابة على طول هتبقى كلمة ايه؟ هتبقى كلمة is. what is your not made of. is عايز حاجة هنا مفرد لان is مفرد، تبقى socks ولا shoes ولا shirt ولا jeans. ايوة shirt اللي هي القميص، عايز يقول القميص بتاعك مصنوع من ايه. رقم 11 بتقول how will people not electricity in the future. ها عايز اقول الناس هتصنع الكهرباء ازاي في المستقبل، او هتحصل على الكهرباء ازاي في المستقبل. واللي بيجي بعد منها المصدر، تبقى got ولا gets ولا get ولا has got. ها المصدر اللي هي كلمة ايه؟ get. يبقى انا هنا هاخد كلمة ايه؟ get. هنا بيقول لي my car windows، الشبابيك بتاعت العربية بتاعتي not made of strong glass. مصنوع، عايز اقول مصنوعة من ايه؟ من زجاج قوي. is ولا are ولا was ولا has. windows طبعا جمع، الجمع بياخد ايه؟ are. are made of. هنا بيقول لي I think people won't live on the moon and in the. اعتقد الناس مش هتعيش، سوف لن، ده مستقبل، ده ايه؟ مستقبل. في الايه؟ past ولا future ولا yesterday ولا ago. مش هيعيشوا في طبعا على القمر في المستقبل، طبعا دي حاجة مستحيلة. يعني this tab is made not metal. made ايه؟ made in on of air. طبعا made يا اما of يا اما ايه from، يا اما of يا اما ايه from. هنا بيقول لي there not any sugar in my tea. I taste it tasted horrible. ها اني طبعا دي انا قلت بتيجي في النفي وفي السؤال، في النفي والايه والسؤال. هنا بيقول لي tasted في الماضي، tasted في الايه في الماضي، يبقى هنا هما كلهم ماضي عموما. ايش عايز اقول؟ مفيش سكر في الشاي بتاعي طعمه وحش جدا. تبقى وير ولا weren't ولا wasn't ولا was. طبعا الاثبات غلط لان اني بتيجي في النفي، فاضل لي بي وسي. طيب السكر مفرد ولا جمع؟ السكر طبعا ايه؟ مفرد. تمام يبقى هنا هنقوله there wasn't any sugar in my ايه in my tea. ده طبعا يا جماعه بالنسبه للايه، بالنسبه للفيديو بتاع المراجعه بتاعتنا.
أتمنى أنكم تكونوا استفدتم منه. إن شاء الله بإذن الله تقفلوا في امتحانات شهر أبريل. كان معكم مستر حمدي الحارس من قناة إنجليش أونلاين. اللي لسه ما عملش اشتراك قبل ما ننهي يا ريت ينزل يعمله دلوقتي ويعمل لايك للفيديو ويشيره للأصدقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.